بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد،
فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الأدلة الدالة على مشروعية البيع من كتاب الله عز وجل، وقد تقدم معنا بيان بعض الآيات المشتملة على هذا الدليل، وأقواها قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. ولذلك صدر الإمام البخاري رحمه الله الاستدلال بهذه الآية الكريمة لاشتمالها على الأصل الذي بيناه من أن الأصل حل البيع وجوازه. ثم بعد ذلك أتبع ببيان الآيات التي تدل أيضاً على مشروعية البيع، ومنها هذه الآية الكريمة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل، والمراد بقوله بالباطل أي بدون وجه حق. أما إذا وجد موجب الأخذ للمال كأن يكون مبنياً على معاوضة أو تجارة فإنه يجوز له في هذه الحالة أكله. وقوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، شمل جميع الأموال وجميع، وقوله لا تأكلوا أي لا تأخذوا، فقوله لا تأكلوا أي لا تأخذوا، كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي إن الذين يأخذون أموال اليتامى ظلما. وعبر بالأكل لأنه أقوى ما يحتاجه الإنسان من المال، فيأخذ المال من أجل أن يأكل به، والأكل هو قوام العيش، ولذلك يعتبره العلماء من الأمور الضرورية. وأما قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التجارة هي المعاوضة، وهذه المعاوضة تكون بين شخصين فأكثر، يقابل كل واحد منهما ما بيد الآخر بشيء من عنده، وتارة تكون على الأعيان كأن تكون عن العقارات أو المنقولات، وتارة تكون على المنافع. وأصل التجارة كما ذكر العلماء المعاوضة، ولذلك يسمى ما بين الطرفين بهذا الاسم لوجود الأجر والعوض. ومن هنا وصفت معاملة العبد لربه بكونها تجارة، لأنه يقوم العامل بالعمل بينه وبين الله، وعلى الله أجره، كما قال تعالى: يرجون تجارة لن تبور، وقال سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذا كله مبني على المعاوضة، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالعقود الفاسدة والمحرمة، مثل العقود الفاسدة في البيوع كبيوع الغرر، وهي البيوع المشتملة على الجهالة كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وكذلك القمار والميسر وبيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام ونحوها مما حرم الله بيعه، حرم المعاوضة عليه، فكلها تجارة باطلة ومعاوضة باطلة. فقال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكانت هذه البيوع مشهورة كثيرة في الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمها، فأنقذ الناس من الأذى والإضرار بهم في أموالهم، إذ كانت أسواق الجاهلية مبنية على الخداع وعلى الغش وعلى التزييف، فيدفع الإنسان ماله في مقابل شيء يظنه حسناً، وإذا به مغشوشاً، وإذا به
مغشوش ليس فيه ما يظنه من الكمال وما يطلبه من المصلحة، وهذا من أعظم الضرر. فلطف الله عز وجل بعباده وحرم عليهم هذه العقود الفاسدة والعقود المشتملة على الحرام، لأنها أولاً ظلم من الرجل لأخيه. فأنت حينما ترى سلعة وتظنها كاملة وتقول لصاحبها بكم تبعني هذه السلعة، سواء كانت عقاراً أو كانت منقولاً، فتقول له مثلاً في المنقولات بكم هذه السيارة، فيقول ب10,000. وهذه السيارة فيها من العيوب ما أخفاه البائع على المشتري، فينظر المشتري إلى ظاهر السلعة ويظنها أنها تساوي هذه القيمة، فيدفع 10,000 في مقابلها، وإذا بها في الحقيقة فيها عيوب تنقص قيمتها إلى النصف، ولربما تنقصها إلى الثلثين، تنقص القيمة إلى الثلثين. فحينئذ يكون قد ظلمه في 5,000، فيأكل 5,000 بغير وجه حق، لمكان الغش والتدليس، والناس تقهر على أموالها. فإذا كانت 100 يسيرة عندك فإنها تساوي عند غيرك شيئا كثيرا، وإذا كانت 1,000 يأخذها الإنسان من سهولة المال له بأبسط ما يكون وأيسر ما يكون، فإن الغير لا يصل إلى 1,000 إلا بعد الكد والنكد والتعب وسهر الليالي، فيقهر على ماله. وإذا قهر عن ماله فسدت أخوة الإسلام، وكره المسلم أخاه المسلم وحقد عليه، وأصبح لا يثق في المسلمين في بيوعهم وتجارتهم. فهذه العقود التي حرمها الله والتي نهى عنها من فوق 7 سماوات، نهى عنها لعظيم المفاسد والأضرار والشرور المترتبة على أكل أموال المسلمين بالباطل، بالباطل أي بدون وجه حق، سواء كان المال قليلاً أو كان كثيراً، وسواء كان المال الذي يؤخذ عن طريق المعاوضة في الأعياد أو عن طريق المعاوضة بالتجارات أو عن طريق المعاوضة في المنافع كالإيجارات ونحوها. فحرم الله من فوق 7 سماوات هذه البيوع لاشتمالها على الضرر المفسد للمرء في دينه ودنياه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثناء منقطع، أي لكن كلوها تجارة عن تراض منكم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن إلا بمعنى العطف والواو، وقوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي وكلوها تجارة عن تراض منكم. وبناء على هذا العطف قالوا منه قول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فيكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بمعنى العطف الموجب التشريك في الحكم. وقيل إنه استثناء من غير الجنس عند من يجوزه، كقوله سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ويقدرون المضمر بما دل عليه الظاهر، فيقولون: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيما كان فأجاز الله في هذه الجملة أكل المال إذا كان تجارة عن تراض، أي كان معاوضة، وهذه المعاوضة التي أحل الله لنا بها أكل المال جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي نقول للمسلم: هذا حلال فخذه، أو هذا حرام فاجتنبه. ولذلك جاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الشروط المعتبرة لصحة عقد البيع. وبناء عليه فإن هذا الإطلاق في التجارة قيدته
هذه النصوص، ومنها قوله تجارة عن تراض منكم، وقوله عن تراض منكم أخذ منه جماهير السلف والخلف رحمهم الله دليلا على أن الرضا شرط في صحة عقد البيع، فإذا باع يكون بيعه عن رضا، وإذا اشترى اشترى عن رضا. فأما إذا كان مكرها على البيع فإنه لا يصح، وكذلك أيضا إذا أخذ ماله وبيع دون علمه. ومن هنا أخذ جمهور العلماء، أخذ الشافعية رحمهم الله عدم جواز بيع الفضولي، لأنه يبيع مال غيره، وبيع الفضولي شخص يأخذ سيارتك ثم يذهب ويبيعها للغير، أو يأخذ دابتك، أو يأخذ متاعك، أو يأخذ قلمك ويبيعه للغير دون علمك ثم يخبرك بذلك. فقال بعض العلماء بصحة البيع إذا رضيه المالك الحقيقي، وقال بعضهم لا يصح ولو رضيه، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله، وهي بيع الفضولي وشراؤه، وبيناها في الشروح. والذين يقولون إن البيع صحيح يقولون إنه موقوف على إجازة المالك، فإذا اطلع المالك على العقد صححناه، وهذا ما يسمى بالبيع الموقوف. والذين يقولون بعدم الصحة يقولون العبرة بحال العقد، لأنه حينما وقع عقد البيع فقال بعتك، وقال الآخر اشتريت، باع ما لم يملك، ورضا المالك غير موجود، وبناء على ذلك لا يصح البيع. لكن حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي، والذي ذكره الإمام البخاري تعليقا في صحيحه، وهو حديث صحيح، أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فذهب واشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فأقره وصحح البيع. هذا يدل على أنه يصح البيع موقوفا على إجازة المالك. والرضا الذي اشترطه الله في هذه الآية، ما دام أنه قد آل العقد إلى رضا المالك فإنه يكون صحيحا. وقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، رحمة من الله بعباده، حيث جعل الرضا شرطا في عقد البيع. والتجارة والمعاوضة ما دام الإنسان راضيا بها فإنها صحيحة، ما دام أنها موافقة لشرع الله، فيكون موافقة لشرع الله بمعنى أن يكون الشيء المبيع قد توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعا للبيع، والبائع فيه الأهلية، والمشتري كذلك مالكا لما يشتري به، ويتم العقد على الصورة المعتبرة. فإذا وقع عقد البيع فإنه إذا اشتمل على هذا الشرط وهو شرط الرضا فإنه عقد صحيح، يستوي أن يكون بثمن غال أو بثمن بخس وقليل. فلو أن شخصا أراد أن يبيع سلعة من السلع التي يملكها فباعها بسعر زهيد جدا وهي تساوي الألوف، فباعها بالعشرات أو باعها بالمئات وهي تساوي الألوف، فإن الله أحل هذا البيع وصححه، لأنه قد باع برضا من نفسه، برضا وبطيبة خاطر، كما لو أعطى المال هبة، فإنه حينئذ لو كانت السلعة تساوي 10,000 وباعها 1,000 على أخيه المسلم، إما مجاملة يكسب وده وحبه، وإما مكافأة له على معروف بينه وبينه، وإما إحسانا وتصدقا عليه بنية أن يعينه على مصالحه في الدنيا، وإما شكرا لنعمة الله عليه فوسع على أخيه المسلم، ونحو ذلك من المقاصد الشرعية، أو باعه هكذا.
فإن البيع صحيح ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، لأنها تجارة عن تراض وقد تحقق فيها الشرط، وهذا ماله يبيعه بالقليل أو بالكثير، ثم كل معاوضة تكون مقابل شيء على وجه معتبر فإنه يحل لك أكل المال بها. وقوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مفهومه أنه يجوز لنا أكل المال بالحق، وهنا مسألة اشتهرت وتشتهر بين الناس، وهي أخذ العوض عن المظلمة. فلو أن إنساناً أوذي في سيارته أو في بيته، فجاء شخص وأتلف شيئاً من هذه السيارة أو أتلف شيئاً من الدار أو من الأرض أو من أي شيء من الأموال، فقدر هذا التلف بألف ريال أو بمئة ألف، فإن الناس اشتهر بينهم قولهم العوض لا خير فيه أو لا تأخذ العوض، والعوض عواقبه وخيمة ونحو ذلك من الكلام الذي لا يقوله إلا الجهلة. وأما من كان عالما بشرع الله فإنه لا يقول هذا الكلام، الشرع والدين هو الذي يفصل، فالله يحلل ويحرم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فالله أحل لهذا المسلم المظلوم الذي أتلف جزء من ماله أن يأخذ بقدر ما تلف من ماله، فيأتي هذا ويقول له لا تأخذ العوض ولا تأخذ هذا المال فإنه يضرك ولا خير فيه، والله يبيح، وهذا يضيق على أخيه حتى كأنه يحرمه عليه، فهذا لا يجوز لأنه مخالف لشرع الله. المسلم إذا ظلم وأخذ بقدر مظلمته فإنه لا عتب عليه ولا حرج، والله خير المسلم إذا أوذي في ماله بين أن يأخذ بقدر مظلمته وبين أن يعفو ويصفح، فإن اختار العفو والصفح فهذا أفضل وأكمل. تقول له إنك إن عفوت عن أخيك المسلم في هذه المظلمة فأجرك أعظم وثوابك على الله، ومن كان أجره على الله أحسن الله له الخلف في دينه ودنياه وآخرته، ترغبه في العفو. لكن أن تقول له لا تأخذ العوض، وإذا أخذت العوض فإنه شر وبلاء، فإن الله لا يبيح لعباده الشر ولا يبيح لعباده البلاء، ولو كان فيه أمر فيه ضرر وبلاء لحرمه الله ورسوله، لأنه ما من خير إلا ودلنا الله عليه، وما من شر إلا وحرم إلا ونهانا عنه وحرمه علينا، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أخذ العوض. وبناء على ذلك فإن من أخذ العوض بقدر المظلمة التي ظلم بها في ماله فإنه لا عتب عليه ولا حرج عليه، ولو كان أغنى الأغنياء، لأن هذا حقه، ومن كان له حق فأخذه فإنه لا يلام، لأن الله أحل له الأخذ، وإذا أحل الله فلا نحرم، وإذا أذن الله فلا نضيق. وقوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بدون وجه حق، يدل على جواز أكل المال بحق إذا دل الدليل على ذلك. وفي هذه الآية الكريمة دليل على اعتبار شرط الرضا كما ذكرنا، حتى إن بعض العلماء بالغ في هذا الشرط فجعله بمثابة الركن، وقال البيع لا ينعقد أصلاً إلا بالرضا، وجعله ركن البيع الأعظم، كله لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. الرضا في القلب وهو غائب لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي، فهو ليس بشيء محسوس، وإنما هو في مكنون القلب ومضمر ومستتر، يدل عليه الدليل الظاهر من القول أو الفعل. القول كقوله بعتك سيارتي بعشرة آلاف، أو قوله بعتك داري بمليون، فهذا كله يدل على أنه راض على أخذ العشرة آلاف في مقابل سيارته.
وراض بأخذ المليون في مقابل عمارته، وحينئذ تكون دلالة القول إذنه وعقده للبيع يدل على مكنون قلبه. قال بعض العلماء الدلالة على الرضا تختص بالأقوال، فلا ينعقد البيع إلا بالقول إذا قال بعت وقال المشتري اشتريت. وقال بعض، وهذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله، وذهب جمهور العلماء من حيث الجملة إلى أن البيع ينعقد بالأفعال كما ينعقد بالأقوال، وأن الأفعال تدل على الرضا كما تدل الأقوال على الرضا. فمثلا أنت إذا دخلت بقالة وهذه البقالة وجدت فيها سلعة كتب عليها أن قيمتها 10 ريال، فأخذت هذه السلعة ثم مضيت إلى من يحاسب فدفعت له 10 دون أن تتكلم وهو يعلم أن هذه السلعة 10، أو دخلت مكتبة فوجدت كتابا 100 فأخذت الكتاب مكتوب عليه 100 فجئت إلى من يحاسب ويأخذ المال فدفعت 100 دون أن يقول هو بعت ودون أن تقول أنت اشتريت، فهذا يسمى عند العلماء ببيع المعاطاة، ببيع المعاطاة ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل. فالبيع ينعقد عند جمهور العلماء بالتعاطي، وأن يعطي البائع السلعة ويعطي المشتري الثمن دون أن يتكلم أحدهما ودون أن يلفظ بشيء. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية كلاما نفيسا وأسهب في هذه المسألة، وبين أن نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح حتى يكون كالإجماع أنهم كانوا يتعاوضون ويتعاملون في معاملاتهم ويقيمون الأفعال وينزلونها منزلة الأقوال. وبناء على ذلك فإن هذا الرضا الذي قال تعالى في هذه الآية، في المشار إليه في هذه الآية بقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الرضا يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال في عقود البيع. ويجوز للإنسان أن يستحل هذا المبيع بهذا الثمن الذي رضيه المشتري مع أن العقد قام على الفعل ولم يقم على القول. قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ينبغي للمسلم إذا تعامل مع أخيه المسلم ألا يحرجه وألا يبالغ في التضييق عليه بشدة المماكسة. يجوز لك أن تساوم في المبيع، لكن الإلحاح والإحراج، وخاصة إذا كان الإنسان يستحيا منه إما لسنه أو لشرفه أو منصبه، فيأتي لأخيه المسلم ويحرجه في سلعة وهذه السلعة يعلم في قرارة نفسه أنها تساوي 10,000، فيحرجه بالإلحاح حتى تنزل قيمتها إلى ما تستحقه دون ما تستحق، ولربما يبالغ في ذلك. فالرضا في هذه الحالة، لو جئت تقول لهذا الشخص مثلا الذي يؤذي الناس بالإلحاح، تقول له يا أخي كن سمحا مع أخيك المسلم، يقول أنا ما أكرهته، أنا ما ضربته، أنا ما آذيته، أنا طلبت من أن يبيعني إياها 10 فباعني إياها 10، أن يبيعها 9 فرضي 9، ولا ينظر إلى الإحراج الذي يفعله فيقول أنا آخذ بالظاهر هو رضي. ولا شك أنه في الظاهر وإن صح العقد في الظاهر، لكن الله لا يبارك له، لا يبارك الله له. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فإذا سلبت السماحة، وخاصة وكان بعض أهل العلم ومن له مكانة من مشائخنا رحمة الله عليهم، ويحكى أيضا عن بعض أئمة السلف، من كان له وجاه كان لا يشتري من الناس بنفسه، لا يذهب إلى السوق
ويشتري سلعة بنفسه، لأنه لو ذهب إلى السوق فإن الناس يجاملونه لعلمه، ويخشى أن يكون قد أكل بدينه أموال الناس، هذا الورع. فكيف إذا صار الشخص يذهب إلى البائع ويقول لهم ما تعرف من أنا؟ أنا فلان الذي، ثم بعد ذلك يقول له هذه السلعة بكم، ثم يحرجه. سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شتان ما بين الاثنين، يأخذ السلعة لكن لا يبارك الله له. ولذلك رأينا هذا في بعض الناس، أنه والعياذ بالله إذا ضيق على الناس في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، ضيق الله عليه أيضا في مبايعته للناس، ولم يبارك له في المال الذي يأخذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، البيع وعقد التجارة من هذه الآية الكريمة ومن الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الشريعة الإسلامية قد بيّنت حلال الله في البيع وحرامه، لكنها لم تغفل الجوانب المعنوية والجوانب الروحية، وجعلت لها أثراً عظيماً في عقود الناس ومعاملاتهم. فلن تجد شخصاً طيب النفس، سمحاً رضياً، سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى، إلا وضع الله له البركة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قصب السبق في الإحسان إلى الناس وعدم التضييق عليهم في أموالهم. فقد اشترى بعضهم من رجل فرساً وسأله عن قيمته، فأعطاه القيمة التي عرض بها الفرس. فلما ركب الفرس، وهو جرير رضي الله عنه وأرضاه، لما ركب الفرس أعجبه ووجد أنه يستحق أكثر مما طلب البائع، فرجع إلى البائع مرة ثانية وأعطاه زيادة على القيمة. ثم ركب الفرس مرة ثانية فوجده يستحق أكثر مما دفع، فرجع ثانية إلى البائع وزاده في قيمته. ثم لما كانت الثالثة وأعطاه، أحس أن الرجل كأنه يشك في عقله، أنه يذهب ثم يأتي ثم يذهب ثم يأتي، حس كأنه قرأ في نفسه ذلك. ثم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. بايعه على أنه لا يغش المسلم، فلم تطب نفسه أن الفرس يساوي هذا المبلغ حتى يرجع إلى أخيه المسلم ويزيده على الذي طلب. وهذا كله سمو في الروح. فالدنيا والأموال ليست هي كل شيء، ولكن الجانب الروحي لم تغفله الشريعة. ومن هنا للبيع آداب، كما أن للعبادات في الإسلام آداب، أن العبادات آداباً في الإسلام، كذلك أيضاً للبيع آداب في الإسلام، مع أنه معاملة مالية محضة، لكن فيها الأدب مع الله والأدب مع عباده. ولذلك الأدب مع الله في البيع أن تحل حلال الله وتحرم حرام الله، ولا تمتد يدك إلى مال لتدخله على بدنك وجسدك فتأكل منه وتشرب به، وكذلك أولادك تطعمهم من هذا المال إلا وأنت تعلم أنه حلال وأن الله قد أذن لك به. وكان الأخيار في عقود الإسلام على اختلافها فيما مضى، ولا يزال فيهم بقية باقية من الصالحين، كان التاجر لا يدخل في متجره شيئا ولا يبيع للناس شيئا إلا وهو يعلم أن الله قد أذن له به، بسؤال العلماء والرجوع إلى العلماء، وأنه يسألهم عما يبيع ويكشف لهم جلية ما يبيع، ولا يريد أن يتتبع الرخص. والله إن الرجل لتعرض عليه الصفقة بالألوف لا يمكن أن يضيع شيئا من دينه، ويتقي الله ويعاهد. هذا من الأدب مع الله، يحل ما أحل الله له فتمتد يده إليه ويأخذه من أخيه المسلم طيبة به نفسه، ولا يغشه ولا يكذبه وينصح له. وكان أحدهم إذا باع، كان بعض الأخيار يعمل عند رجل في العقار، وكان هذا الرجل فيه خير،
نحسبه ولا نزكيه على الله شاب، وكان يعرض العقارات، فإذا جاء أحد يشتري منه بيّن له عيوب العقار وقال له هذا العقار فيه وفيه وفيه، فإذا كان صاحب المكتب أو القائم على المال يرسل من يأتي إلى هذا الشخص على أنه سيبيعه، فيفاجأ بهذا الشخص قد عاد إليه ويقول له لا هذه سلعتك فيها كذا وكذا، من أخبرك؟ قال فلان. فما كان منه إلا ذكر مرة فنصح أنه ما يفعل هذا، قال أبدا لابد أن أنصح، إذا في العقار عيب أذكره. فمرت على ذلك فترة حتى تضايق منه ثم أخرجه من العمل، قال ما تعمل عندي، هذا سيفسد عليه الصفقة. فيشاء الله أن الناس عرفت هذا الرجل فتركت التعامل مع هذا الرجل وأصبحت تقبل على هذا الشاب الذي اتقى واتقى ربه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأصبحت الناس تتحدث عن أمانته حتى أصبح هو الذي يرجع إليه في ذلك البلد من نصحه، من اتقى من توفيق الله له في النصيحة. ما اتقى الله أحد في البيع وعامل البيع ليس أخذا وعطاء ولكن له أداب وأسرار بين العبد وربه. فمنها قضية النصيحة أن لا يغش وأن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نجد الإمام البخاري رحمه الله قد ذكر أبوابا في بداية كتاب البيع وهي قائمة على الأدب مع الله، ومنها ترك المتشابهات، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، هنا جاء الأدب، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا من الأدب في البيع. فالمعاملة معاملة البيع جعل الله لها شروطا وآدابا، فهذه الآية الكريمة بيّنت شرطا وهو فيه معنى الأدب في معاملة المسلم مع أخيه المسلم، أن يكون البيع والشراء والأخذ والعطاء قائما على الرضا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، استفتحها بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، الذي ما سمعه مؤمن إلا خشع لله قلبه ولربما بكت من خشية الله عيناه وقال رباه رباه ما الذي تأمرني به فأفعله وما الذي تنهاني عنه فأجتنبه، قال له لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فنهانا الله عن الشر، وهذا الشر في المال الذي هو من أعظم الأسباب لجلب الخير للإنسان ودفع الشر عنه. إن العبد ليقذف اللقمة من الحرام في جوفه يحرمه الله بها قبول العبادة، وإن العبد ليقذف اللقمة من الحرام في جوفه يحرمه الله بها خشوع العبادة، ولربما أوردته الموارد والجسد إذا نبت على السحت والحرام، فإن صاحبه قد عرض نفسه لعقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة. اشتملت هذه الآية الكريمة على وصية ربانية ودلالة إلهية على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في معاملته، أنه لا يأكل أموال المسلمين ظلما ولا يعتدي عليهم في أموالهم. وقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة تدل دلالة واضحة على حل البيع وجوازه، وهذا ما قصده المصنف رحمه الله من إيراد هذه الآية الكريمة. البيع دلت عليه على مشروعيته أدلة الكتاب والسنة والإجماع. دليل الكتاب أورد المصنف رحمه الله الآيات على مشروعية البيع، استفتحها بقوله وأحل الله البيع، وهذه الآية دلالتها تقدمت أنها دالة على العموم، فصارت أصلا في حل
عقد البيع. ومن هنا قدمها المصنف على بقية الآيات لأنها أصل، ثم أتبعها بقوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة تديرونها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وهذا في البيع، لكن في نوع من البيوع قائم على التوثيق، وفيه نوع من العموم. ثم أتبعها بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأحل الله البيع بعد تحريمه بسبب نداء يوم الجمعة، لأن الوقت مستحق لما هو أهم وهو صلاة الجمعة. ثم أتبعها بآية النساء، هذه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا من بديع ترتيب المصنف رحمه الله، قدم آية البقرة لأنها التي شرحناها في الأخير، ثم أتبعها بآية النساء لأن آية البقرة حسب العرض الأخيرة مقدمة على آية النساء. وثانيا في الدلالة أقوى من دلالة آية النساء، فيها نوع من العموم، ولأن آية النساء جاءت بحل التجارة بقيد، وهناك جاءت على سبيل الإطلاق. وهذا كله يدل على فقه الإمام البخاري، ومما ينبغي أن ينتبه له مع الأئمة والعلماء والأجلاء، خاصة العلماء الكبار، أن لهم ذوقا حتى في ترتيب النصوص وفي سردها وفي دلالتها. فإذا تعمق طالب العلم في فهم، ولذلك المناسبات بين الجمل في المتون الفقهية والمناسبات بين الآيات عند ذكرها والأدلة بتقديم هذا الدليل على غيره، علم لو أن طالب العلم خاصة عند المتمكنين وجهابذة العلماء وأئمة الخلافة الذين لهم شأن وهم كبار علماء الفقه والحديث، هؤلاء غالبا ما يذكرون الأدلة مرتبة إلا لمعنى ومغزى. فأخر رحمه الله آية النساء، ثم أتبعها رحمه الله بقوله قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أدلة السنة، والبيع السنة دلت على مشروعية البيع بالقول والفعل والتقرير، فاجتمعت السنة بجميع أنواعها في الدلالة على مشروعية البيع وجوازه. السنة القولية كقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قوله البيعان بالخيار سنة قولية. وكذلك أيضا الأحاديث كثيرة في الأقوال عنه عليه الصلاة والسلام، سواء بالمنطوق أو بالمفهوم، في الدلالة على مشروعية البيع. هذا بالمنطوق،
وبالمفهوم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ونحو ذلك. الشاهد أن السنة القولية دالة على مشروعية البيع وجوازه بأحاديث كثيرة، والسنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه، اشترى من الأيتام الحائط الذي بنى فيه مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حمل على بعير قد أعيا، وكان البعير ضعيفا قد كل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سار أصحابه يسير آخر القوم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، حتى ينظر الضعيف وينظر المنقطع ويعينه صلوات الله وسلامه عليه. فكان جابر رضي الله عنه قليل المال، وترك له أبوه أخوات وعالهن رضي الله عنه وأرضاه، وكان حاله ضعيفا، فركب على هذا البعير الضعيف، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجده يمشي على هذا البعير فضربه عليه الصلاة والسلام، فأسرع البعير وأصبح فيه من القوة والنشاط ما ليس في غيره حتى سبق القوم. فلما صار البعير بهذه الصفة قال عليه الصلاة والسلام: بعنيه. قال: يا رسول الله هو لك. قال عليه الصلاة والسلام: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. المهم أنه باع عليه الصلاة والسلام، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، يعني قال: أستثني أن أبقى على ظهر البعير حتى أصل للمدينة وأعطيكه. فلما وصل إلى المدينة أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم قيمة البعير، فجاء يريد أن يدفع البعير، قال: هو لك صلوات الله وسلامه عليه. ما أخذ البعير، أعطاه القيمة وأعطاه البعير. أتراني ما كستك وأنا أريد أن أخذه، هو لك يا جابر، فأعطاه إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وكان يشفق عليه وتفقده، لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه أحد الذين عاهدوا الله، غابوا عن بدر فعاهدوا الله أنه إذا صار مشهد من المشاهد أنهم يروا الله من أنفسهم ما يرضيه سبحانه وتعالى، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلما كان يوم أحد قال لابنه: ما أراني إلا مقتولا غدا، لأنه قد بايع الله على أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لما استشهد أحب النبي صلى الله عليه وسلم جابر، وكان يحبه من قبل، لكن هذا من شفقته. فاجتمعت السنة القولية والفعلية، أنه باع عليه الصلاة والسلام واشترى، وقال: من يشتري مني هذا بدرهم، فالمقصود في بيع المزايدة، حديث المزايدة المشهور. وأما بالنسبة للسنة التقريرية فإنها تقوم على جمل حاصلها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة، العلماء يقولون في السنة التقريرية إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة، لماذا قالوا أتى المدينة ولم يذكروا السنة التقريرية في مكة؟ لأن الأحكام التشريعية كلها أكثرها العملية في المدينة، فقال عليه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة والسوق قائمة، والسوق قائمة أي أنه كانت أسواق الناس، وكان في المدينة أكثر من سوق، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أسواقهم ولم يمنعهم منها ولم يحرم عليهم البيع فيها، وإنما بيّن لهم ما أحل الله ليتبايعوا به وما حرم عليهم ليجتنبوه. فهذا يسمى السنة التقريرية. أقر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأسواق قائمة. السؤال الآن حينما تقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأسواق قائمة، ما الدليل على أن السوق قائم؟ من الذي قال لك أن السوق قائم؟ أعطيني دليلا. هذا حديث أبي هريرة: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق. إمام محدث فقيه يأتي بالحديث وفيه الجمل الكثيرة، وموضع الشاهد في كلمتين بل في كلمة واحدة، ولا يستطيع في بعض الأحيان يأتي ويأخذ جزئية فقط من حديث طويل لتدل على حكم في معاملة أو عبادة من فقهه رحمه الله، لكنه في هذا الحديث جاء به كاملا. والسبب أولا أنه جاء به بقصد بيان السنة التقريرية على حل البيع، لأن الأسواق المقصود منها البيع،
والمقصود منها التجارة. فلما قال أبو هريرة: وإن إخواني كان من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، دل على أن في الأسواق، دل على أن أسواق المدينة كانت قائمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فإذا قد أقر البيع وأجازه. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله، أولا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أشياء جميلة جدا، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما يتحدثون بهذه الأحاديث وهذه الكلمات تحس من قرارة قلبك وتوقن أنها فعلا أمة مصطفاة أوتيت من العقل والفضل والنبل، بل حتى وفقت في الكلام والعبارة. أبو هريرة رضي الله عنه كان بالإمكان أن يقول، إنهم يقولون أكثر أبو هريرة، وإن الصحابة كانوا مشغولون، لكنه جاء بعبارات وكلمات عذر فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وبين عذره هو في رد شبهة أنه أكثر، دون أن يمس حرمة إخوانه من الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار، لأنه قال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم، جاءت في مقابل أنه يصحب النبي صلى الله عليه وسلم للسماع. لكن لو لم يذكر ذلك في مقابلة السماع وحدث به عموما، لبين أن الصحابة أهل بيع وشراء، أهل بيع وشراء. فرق هناك طريقتان: الطريقة الأولى تصف أمة بأنها لا تعرف إلا البيع والشراء، وتارة أخرى تحتاج إلى وصفهم بكونهم يتبايعون على أنهم مشغولون بذلك لطلب مصالحهم التي لا بد منها، وأنني أنا أختلف عليهم لأني اخترت طريقا دون أن يمس بحرمتي، وهذا سيتجلى عند شرح الحديث. ولذلك هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم عن رجل عظيم، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الغر الأبر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، خرج من أرض دوس رضي الله عنه مهاجرا إلى الله ورسوله هو وأمه، وليس معه زوجة ولا أولاد، وجاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنها، قد خرج إلى خيبر، وصلى صلاة الفجر ورأى ابن عرفطة رضي الله عنه الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلما انتهت الصلاة جاء وسأله، قال: قرأ في صلاة الفجر: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال: فجعلت أقول: ويل لفلان. عندهم رجل في قريته كان له صاعان، صاع يكيل به للناس، صاع يكتال به لنفسه، صاع يكيل به للناس. الذي يكيل به الناس مثل ما قال الله صغير الحجم، والذي له كبير الحجم يستوفي به حقه. فجعل لما قرأ الإمام هذه الآية صار هو يتكلم في الصلاة، لأنه ما يعرف تو حديث عهد بالإسلام، فصار يحدث نفسه عفوا في داخل قراءة. فجعلت أقول في نفسي: ويل لفلان، وكان له صاعان يكتال بهما، يكيل بهما لنفسه ويكتال بهما للناس. قال: فلما انتهى من الصلاة سألته: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه خرج إلى خيبر. هذا الحديث ينبغي لكل طالب علم وكل من يعلم وكل من يدخل في العلم ولو بحضور مجالس العلماء أن يستشعر ما بين هذا الصحابي وربه رضي الله عنه وأرضاه. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، خرج من أجل الجهاد صلوات الله وسلامه عليه، يبذل نفسه وروحه مع الصحابة رضوان الله عليهم الذين ما تخلفوا عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لا في حر ولا في قر. فلما قيل له إنه بخيبر ما جلس ينتظر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل ذهب إلى خيبر. الله أكبر، ما يريد أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ترك أمه في المدينة وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر،
وأقبل عليه بعد أن فتحها على الصحيح عند علماء السير، ورضخ له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من شهد الوقعة، وإنما رضخ له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من الغنائم. فرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه طالب العلم الذي جعل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلبه وبغيته لمرضات الله سبحانه وتعالى، كأنه عاهد ربه ألا يفارق سواده سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم بكلمة ولا يعمل عملا إلا حفظه وشهده. فلما رجع عليه الصلاة والسلام صار يلازمه، هذه الملازمة تمنعه من الانشغال بأي شيء آخر، فكان رضي الله عنه وأرضاه مسكينا من المساكين، أي ليس عنده مال وليس عنده دخل رضي الله عنه وأرضاه، لكنه باع نفسه وباع وقته من أجل هذا العلم. فكان من شدة الحال أنه يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فيجوع، لأنه لا يجد ما يأكل، فيسقط مغشيا عليه في المسجد، ويمر الرجل وهو لا يعرفه يظنه به مس من الجنون، وأنه قد صرع بسبب المس، وهو لا يعلم أنه قد صرع من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله إلا هو ما من حديث سمعته أذناه ووعاه قلبه ولفظ به لسانه إلا وأجره فيه على الله، وما من كلمة بلغت لهذه الأمة إلا وهي في ميزان حسناته. صحابي لن تقرأ في باب من أبواب العلم في عبادة ومعاملة إلا وجدت له حديثا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطيب الله ذكره فأصبحت الأمة تذكره على مر العصور والدهور عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فترضى عنه وتدعو له بالرضا، ولما عنده من الله من الخير والرحمة أسمى وأعلى. فكل من عامل الله وباع لله وأخذ لله فإن الله لا يخيبه. أصبح هذا الصحابي يقول: كنت أخدم آل غزوان، عتبة بن أبي غزوان وأخته وأخاه، أحملهم إذا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. طالب علم وليس عنده مال، مسكين من مساكين الصحابة، لكنه غني بالله. وتمضي الأيام وتتتابع السنون والأعوام، ويقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ثم تأتي خلافة عمر فيوليه عمر الخلافة ويصبح أميرا ويتزوج ابنة أبي غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ويصبح أميرا في مكانه وجلاله وشرف، ثم يتواضع لربه فيخرج المنديل من جيبه، ثم يتمخط ويقول: بخن بخن، أبو هريرة يتمخط في الكتان، كنت رجلا أخدم آل غزوان حتى أصبحت أميرا. ثم يذكر فضل الله عليه، أمة اصطفاها الله واجتباها لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، جمع فأوعى وحدث بالكلام الطيب الذي لا أطيب منه بعد كتاب الله. حدث عن نبي الأمة، حدث عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة، عما رأته عيناه في صباح ومساء وعشي وإبكار حينما كان يصحبه والجوع يكويه ويؤلمه، وكان لا يشتكي ولا يمل، لأنه قد شغلت روحه بأنوار الوحي وبقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، فجمع من الأحاديث ما لم يجمعه غيره. ولذلك يوصف بكونه من حفاظ الصحابة والمكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب دوس الذي أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون بحرهم وأنس
جابر وعروة المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضررا، فهم من الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكتوى بالألم والجوى والألم في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضحيا بهذه الدنيا. ثم يشاء الله أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث التي حفظها ووعاها وشهدها وشرفه الله بذلك الفضل العظيم، فإذا به يلمز ويغمز ويهان ويتهم بأبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. يلمز ويقولون، بعضهم يقول أكثر أبو هريرة، وبعضهم يقول ما بال أبي هريرة يحدث بأحاديث لا يحدث بها المهاجرون والأنصار. فإذا به كأنه يشكك فيما حفظ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا لتعلم يا طالب العلم، ولتعلم يا من حملت رسالة الله، أنك لن تسلم ولكنك تسلم بإذن الله عز وجل، وتؤذى فتؤجر، فتصبر فتؤجر. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة، وكان يقول يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد. عند الله تجتمع الخصوم، وتعلمون هل الذي قلته حق وهل أنا صادق فيما أقول. هكذا كل من رزق السداد والرشاد وظهرت الدلائل كلها على أنه صادق يأتي من يكذبه، وتظهر الدلائل كلها على أنه ناصح فيأتي من يغششه ومن يشكك فيه. ومن فإذا فعل بك ذلك أو قيل في كذلك تذكرت سلف الأمة الصالح أنهم ما سلموا، وأنهم نمزوا، وأنهم غمزوا، وأن الله سبحانه وتعالى رفع بذلك أقدارهم. فأبو هريرة لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. وكان من أبر الناس مع بره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أبر الناس بأمه، وكان رضي الله عنه وأرضاه يدخل إلى أمه فتسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فدخل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فرآه بأبي وأمي مهموما مغموما، فسأله عن همه وغمه، فأخبره عما تقوله أمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فدعاها عليه الصلاة والسلام بالهداية. فرجع أبو هريرة إلى بيته فسمع خشخشة الماء، فلما أراد أن يدخل قالت إليك عني، وإذا بها تغتسل، فلما انتهت من غسلها ودخل عليها قالت أشهد أن لا إله إلا الله، وأسلمت واستسلمت وأطاعت لربها وانقادت. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا بإسلام أمه واستجابة الله لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله جبر خاطره، فكما حفظ السنة أقر الله عينه في أقرب الناس إليه بالهداية إلى الإسلام. وهذا فضل الله على أهل العلم وعلى حفظة السنة وعلى كل عالم بدين الله وشرع الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال اللهم حببه إليك وحببه إلى عبادك المؤمنين. فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا حبه وحب أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه أجمعين. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يظلم بهذه المقالة، يقول رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم تقولون، نسب القول إلى من يسمع، والواقع أن الذين قالوا ذلك إنما هم طائفة، وهذا معروف من أساليب الخطاب والبيان، وقد يستعمله القرآن تستعمله السنة. إنكم تقولون، نعم،
إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحدث بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من لا يعلم العلماء ولا يعرف العلماء لن يقدرهم قدرهم، لأن الجاهل عدو للعالم، وهذا معروف على مر التاريخ أن أعدى الأعداء للعلماء هم الجهال. وقد تحصل العداوة من عالم لعالم على سبيل الحسد، وإن كانت هناك عداوة دينية شرعية مقبولة، لكن العداوات التي لا يقرها الشرع تأتي من الجهال. والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فإذا جاءوا ونظروا إلى أبي هريرة رضي الله عنه فهم جاهلون، لا يعلمون من هو أبو هريرة، ومن الذي هاجر لله ورسوله الهجرة الوفود التي هي قائمة على العلم وعلى طلب العلم، ولا يعلمون ما الذي ضحى به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الله أعلم بذلك كله، ولذلك لن تسلم في هذه الدنيا من أذية الخلق إلا إذا عاملت الله سبحانه وتعالى. متى ما كنت مخلصا لله فوالله لو امتلأت الأرض بأضعافها من الخلق لم تبالي بهم أقبلوا أو أدبروا، لأنك تعامل الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فما دام الذي بينك وبين الله أنك تريد وجهه وأنك تعامله فأبشر بكل خير. نعم. وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى هي الشبهة، والجملة الثانية دليلها أنه يكثر، لأن غيره من الصحابة مهاجرون وأنصار ليس عندهم الذي عنده، ولا يحدثون بالذي يحدث به. والمهاجرين والأنصار قال رضي الله عنه، نعم، ما بال المهاجرين والأنصار، ما بال، ما الشأن وما الحال أن المهاجرين والأنصار، نعم، لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح. أبو هريرة رضي الله عنه انفرد بأحاديث قل أن تجدها عند غيره، لأنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواطن التي لزمه فيها غاب عنها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه وأرضاه لا يحدثون المهاجرون والأنصار، لا يحدثون بهذه الأحاديث، لأنه هو الذي سمعها وهو الذي شهدها وهو الذي حضرها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم تخفى عليهم المسائل، كان عمر رضي الله عنه وهو من هو في قربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من كبار الصحابة وأئمة الفتوى، بل ممن أمرنا باتباع سنته، اقتدوا بالذين من بعدي. ومع هذا لما جاء شأن الطاعون أمر الصحابة من كان عنده علم في ذلك فليبين، فقام له عبد الرحمن بن عوف وحدثه بالسنة وهو من هو في جلالة قدره. فهؤلاء جهلة لا يعلمون أن السنة لم يجمعها الصحابي، وإنما تفرقت بين الصحابة، فمن مستقل ومن مستكثر. فقالوا هذا دليل الشبهة. نعم. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق، هذا جوابها أن إخوتي من المهاجرين، هناك مهاجرون وهناك أنصار. المهاجرون طبعا كانوا بمكة ثم هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم منهم من هو من أهل مكة، ومنهم من كان من غير مكة، مثلا كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه هاجر إلى مكة ثم هاجر من مكة إلى المدينة. فهؤلاء كلهم مهاجرون الذين هاجروا الهجرة الأولى بعد هجرة الحبشة، وهي الهجرة التي إذا أطلقت في الكتاب والسنة انصرف إليها النص، هجرة من مكة إلى المدينة. فقيل المهاجرون، إن إخواني من المهاجرين، عندنا مهاجرون وعندنا أنصار، أنصار هم أهل الدار أهل المدينة. فانظر إلى التعبير وانظر كيف أوتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذوق حتى في الكلام والبيان. فقال إن إخواني
وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق. وإن إخواني، ما قال وإن المهاجرين الذين تزعمون أنهم لم يحدثوا ما حدث. وإن إخواني، أخوة ليس على وجه الأرض أشرف ولا أكرم على الله منها، وهي أخوة لا إله إلا الله، أخوة جمعت على كلمة التقوى، فهي التي بعروة الله الوثقى التي لا تنفصم أبدا، استمسك بها المسلمون وأحب بعضهم بعضا. إن الرجل ليجد الرجل على طاعة فيحبه وهو لا يعرف أباه ولا أمه ولا يعرف عشيرته ولا قبيلته، ولكنه يحبه لله. وإن الرجل ليرى الرجل سباقا إلى الصف الأول أو قائما يصلي أو محافظا على صلواته أو فاعلا لأي خصلة من خصال الخير فيحبه لله، فيجمعه الله بهذا الحب به في ظله يوم لا ظل إلا ظله. محبة قائمة لله وفي الله، ولذلك لا تنفصل، حتى إن الرجل يموت ثم يحمل إلى المسجد فيأتي إخوانه في الإسلام وكلهم يقولون اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، بفضل الله ثم بفضل هذه الأخوة فيشفعون. وما من مسلم يقوم عليه 40 يشفعون له من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد إلا شفعهم الله فيه، فيجد بركتها وخيرها إذا قبضت روحه، حينما يتخلى الناس عن الأغنياء والأثرياء إذا ماتوا، لكن أهل لا إله إلا الله تعطف قلوبهم وتحترق للخير لإخوانهم إذا قبضت أرواحهم، فيعطفون عليهم أشد ويتنادون ويقولون فلان توفي تعالوا نصلي عليه ونقبره، ثم نذهب إلى أهله ونعزيم. أخوة زكية نقية تقية سوية لله وفي الله. إن إخواني، هذه الأخوة التي كانت بين الصحابة فضربوا بها أروع الأمثلة، حتى كانت الدنيا موطئ أقدام لقاء هذه الأخوة. كان الرجل يوضع بين يديه الصدقة، مسكين من مساكين المسلمين، توضع بين يديه الصدقة، فإذا وضعت بين يديه طعام، فإذا وضع بين يديه يقول فلان أفقر مني، فيحمل هذا الطعام إلى ذلك الفقير. وحدث هذا ووقع للصحابة. ثم إذا وضع عند الثاني قال الثاني فلان الله أفقر مني، فيحمله إلى ذاك حتى يعود إلى الفقير الأول. لن تجد على وجه الأرض أصدق من أخوة أهل الإسلام، لأن الله بدأها بالقلب فطهره من الحقد والغل والعنصرية وكل شيء يشين الأخوة. إذا رأيت الرجل من أهل الإسلام أحببته لله وفي الله، وتستحي من ربك إذا شهدت لا إله إلا الله ألا تحب إخوانك المؤمنين، أو تدخل في قلبك غل أو حقد، وإذا وجدت شيئا من ذلك استعدت بالله منه وسألت الله أن يسلمك منه. وتكفل الله لمن زكى نفسه لهذه الأخوة أن يدخل الجنة وأن يكون من أهلها، كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن إخواني من المهاجرين. هذه الأخوة التي شهد بها الله من فوق 7 سماوات: رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللهم ارزقنا حسن الاتساء والاقتداء بهم، والله إنها لنعمة من ربك عليك إذا غسلت قلبك بماء الإيمان فوجدت فيه مثل هذه الأخوة التي تحدث عنها أبو هريرة رضي الله عنه: ولا تلقى إخوانك وأنت تضحك وفي قلبك شيء، ما تغشهم ولا تكذب عليهم، تحبهم لله وبالله، لا تنظر إلى صورهم ولا إلى أجسادهم ولا إلى ألوانهم ولا إلى مناصبهم ولا إلى مراتبهم، ولكن إلى الدين والاستقامة، حب في الله ولله أوثق عرى الإيمان. اللهم ارزقنا هذه المحبة. قال: إن إخواننا من المهاجرين. كان يشغلهم صفق بالأسواق. كان يشغلهم صفق بالأسواق، كان يشغلهم، أي أنه من شغلهم، ولا أنهم كانوا يجعلون الدنيا أكبر همهم مبلغ علمهم، لا، هذا الدين وسط. كانوا إذا جاءت العبادة ونادى منادي الله حي على الصلاة
حي على الفلاح، والرجل يقطع اللحم ترك السكين ولم يتم قطعه، لأن الله ناداه إلى الصلاة وناداه إلى الفلاح. نعم في الأسواق، لكن إذا نادى منادي الله نسوا الدنيا وما فيها وانشغلوا عن الدنيا بالآخرة، فأقبلوا على ربهم رجال لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهم كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وليس المراد أنه كانت حياتهم في الأسواق، وإنما كان من شغل. فيه دليل على أن الدين وسط، أعطى الدنيا حقها وأعطى الآخرة حقها، وأن المسلم ينبغي أن يكون عنده عمل أو يكون عنده دخل يصون به وجهه عن ذل السؤال للناس، ويحفظ به نفسه عن إهانته للناس، ويستعين بالمال الذي يحصله على طاعة الله ومرضاته. فكان الصحابة رضي الله عليهم كذلك، كانوا يأخذون من الدنيا ما يستعينون به على آخرتهم. كان يشغلهم الصفق، الصفق التصفيق باليد، وكان من عادتهم إذا تبايعوا في القديم ضرب أحدهم بيد الآخر، وهذا يسمى بالصفق على سبيل المجاز، أنه راض بالسلعة وقد قبلها، فإذا كان راضياً ويريد إتمام البيع صافح البائع، ولذلك سمي البيع بيعاً من مد الباع، وقيل من مد الباع للمصافحة، وهذا هو الصفق، أو مد الباع بالثمن والمثمن. أيما كان، أنه قال يشغلهم الصفق بالأسواق، والأسواق جمع سوق. نعم، وكنت هذا موضع الشاهد، أنه كان يشغلهم الصفق بالأسواق، معناه أن الأسواق كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها. هذا موضع الشاهد الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث. نعم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. الأولون المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. نعم، فأشهد إذا غابوا لأنهم مشغولون بالصفق الأسواق، لم يغيبوا زهدا الحديث أبدا، ويحكي كطبيعة، كشيء من طبائع الناس ومن جبلتهم، وحينئذ ليس فيه منقصة ولا مساس بحرمة إخواني من المهاجرين. نعم، وأحفظ إذا نسوا، أشهد يشهد إذا غابوا، فيحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر الوقائع. وقوله أشهد إذا غابوا، أشهد بمعنى أحضر، الشهادة بمعنى الحضور، وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين، وشهد الوقعة إذا حضرها. أشهد إذا غابوا. وأحفظ إذا نسوا. انظر كيف جمال التعبير. لم يحدثوا بما حدثت به، إما لأنهم كانوا غائبين عن المجلس، أو كانوا حاضرين لكنهم نسوا، حضروا وسمعوا ما سمعت ثم نسوا، فالتمس لهم العذر. وأحفظ إذا نسوا، لأنه يقوى الحفظ إذا جعلت الشيء من همك، أكبر همك، وتهتم به وتغتم به، فإن الحفظ يزداد عندك ويقوى عندك، ولذلك قال أحفظ إذا نسوا. نعم، وكان يشغل إخوتي من الأنصار، هذا النوع الثاني. النوع الأول المهاجرون. طيب، لماذا لم يقل إخواني من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق؟ هذا، وذلك ينبغي هؤلاء الصحابة صفوة حتى في التعبير والكلام. فقال إن المهاجرين يشغلهم الصفق في ماذا؟ في الأسواق، معناه أنهم يبتاعون ويشترون في الأسواق، لكن الأنصار أهل أرض، وإذا كانوا أهل الأرض فإن متاجرتهم بما يملكون من المزارع وما فيها من الغلال والنتاج، فلذلك يقومون على هذه المزارع بإصلاحها وإدارة شأنها. فقالوا إن إخواني من الأنصار عمل أموالهم، كان يشغلهم عملهم بأموالهم.
كان عندهم أموال التي هي مثل المزارع ويبيعون غلتها، لكن ليسوا كالمهاجر. المهاجر يكون في السوق يشترون من المزارعين ويبيعون ويتاجرون بمالهم، لكن جل عمل الأنصار في أموالهم. ولذلك في الصحيح، صحيح مسلم، لما أقبل المهاجرون على المدينة قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. من كانت له أرض فليزرعها، أي بنفسه يقوم عليها، أو ليزرعها أخاه، يعطيها أخاه من المهاجرين يكون قائما عليها، ولا يؤاجرها، يعني لا يؤجرها علما، لأن المهاجرين كانت حالهم ضيقة. ثم بعد ذلك أذن بالإجارة. ولذلك هذا الحديث استدل به من يقول بتحريم إجارة الأراضين، وهو قول مرجوح، لأن هذا كان في أول الهجرة ثم نسخ من باب التوسعة، مثل نهي عليه الصلاة والسلام عن ادخار اللحوم فوق 3 ليال من أجل الدافة. ثم بعد ذلك أذن، قال: كنت قد نهيتكم عن الادخار كما في الصحيحين فادخروا. قال: إنما منعتكم من أجل الدافة، فهذا منع من أجل سبب. فكان المهاجرون فيهم ضيق، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأنصار: إما أن يزرعها أو يزرعها أخاه ولا يؤاجرها، حتى تتحقق الأخوة والمحبة بينهم. فشغلوا بالأموال، شغلوا بإدارة الأموال. ولذلك المهاجرون لم يكونوا أهل زرع، لأن مكة شرفها الله أرض جبلية والزرع فيها قليل، والمدينة أرض ذات حرتان لها حرتان بينهما الوادي، وأرض ذات نخل كما في الحديث الصحيح قال: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. فهذه هي المدينة، فكانوا أهل زرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في الجنة يقال له تمنى، فتمنى أن يزرع، فقال: عبدي ألم أعطيك؟ فقال: أريد أن أزرع. فإذا به قد في طرفة عين الحب بين يديه، ثم إذا به في طرفة عين نثر الحب، ثم إذا به في طرفة عين قد أصبح الحب بغلاله ونتاجه في طرفة عين. فقال بعض المهاجرين: والله هذا ليس بمهاجري، هذا أنصاري، لأنهم كانوا مشغولون بماذا؟ بالزرع. ولذلك هذا شأنهم، كان لهم الزرع رضي الله عنهم أرضا. فقال: والله هذا ليس بمهاجر، هذا ليس من أهل مكة، هذا من أهل المدينة، لأنهم أهل زرع رضي الله عنهم أرضا. نعم. وكنت امرأة مسكينا من مساكين الصفة. وكنت امرأة مسكينا، الرجل إذا كان في نعمة وخير ثم حدث بما كان عليه من الضيق والفقر ليحدث بنعمة الله، فهذا كمال وفضل من الله عليه. ولذلك تجد العقلاء والفضلاء والنبلاء والشرفاء لا يمتنعون أن يقولوا: كنا فقراء فأغنانا الله، وكنا ضعفاء فقوانا الله، لا ينسون فضل الله عز وجل. ولذلك هلك الأبرص حينما أنكر فضل الله عليه، وقال له الملك: ألا أعهدي بك أنك كنت ذا برص؟ أنكر فضل الله عليه، قال: إنما أتيت على علم، بل مالي جمعته. فهذا يهلك الإنسان، لكن الإنسان الذي يعترف بنعمة الله عليه، وخاصة إذا جلس مع أبنائه ويقول: كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت وضيعا فرفعني الله، وكنت قليلا فكثر الله مالي وولدي، كنت وكنت. فالتحدث بنعمة الله شكر. ولذلك قال الله لنبيه: فأما اليتيم فلا تقهر، لأنه أخبره أنه كان يتيما وأنه قد ذاق مرارة اليتم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وهو الذي يريد، سواء سائل الدنيا أو سائل الآخرة الذي يسأل في مسائل العلم، وأما وإن كان الصحيح أنه سائل الدنيا. وأما بنعمة ربك فحدث، لأنه قال: ووجدك ضالا فهدى، أي كما أنعم عليك بنعمة العلم فعلم غيرك وحدث، وكما أنعم عليك بنعمة الرسالة فبلغها وعلمها الناس. فهذا كله من شكر نعمة الله عز وجل. فإذا تحدث قال: وكنت مسكينا، وكان الصحابة فيهم الفقراء وفيهم المساكين، والمساكين الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقوم به بباب، وأما المسكين يجد بعض الشيء. ولذلك قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر،
فأخبر أنهم مساكين ويملكون السفينة، فالرجل قد تكون عنده سيارة وهو مسكين وتجوز عليه الزكاة، لأن السيارة هذه يقوم عليها بمصالح ويذهب بها، لكن كونه يملك السيارة لا ينفي عنه صفة المسكنة، والمسكنة أحسن حالا من الفقر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، وقال: وأعوذ بك من الفقر. فاستعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يكون يحييه مسكينا، فدل على أن المسكنة غير الفقر، وأن الفقر أسوأ حالا من المسكنة، ولذلك الفقر قد يكون مدقعا. ومن هنا قال: كنت رجلا مسكينا. نعم، من مساكين الصفة. من مساكين الصفة، وكانت في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، موضع يجلس فيه الفقراء والمساكين الضعفاء من الصحابة، غالبا من المهاجرين، من المهاجرين، لأن ليس لهم دور ولا أهل، فيبيتون في المسجد وينامون في المسجد، يقال لها الصفة. فكان فيها أبو هريرة من مساكين الصفة، فكان إذا أراد أحد من الصحابة أن يتصدق قصدهم، معروفون، وكانوا من أهل الصفة. نعم. أعي حين ينسون. أعي حين ينسون، لأنه ليس عنده إلا العلم، ومن فرغ نفسه للعلم وعى. وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال هذا القول، فكان من أبي هريرة. فبسطت نمرة علي. النمرة هو الكساء المخطط، وقيل الذي له أعلام، وقيل إنه يكون بالأبيض والأسود. النمرة كساء ذا أعلام، قلنا الدراعة المخططة بالأبيض والأسود. نعم. حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته. حتى إذا قضى مقالته، يعني فرغ. القضاء يستعمل بمعان، يقال قضى إذا خلق، فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. وقضى بمعنى وصى، أمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى بمعنى صار أمرا محتما، ثم قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي صار أمرا محتما. وقضى إذا فرغ من الشيء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فهنا قال: حتى إذا قضى، أي فرغ عليه الصلاة والسلام من مقالته. نعم. جمعتها إلى صدري. جمعتها إلى صدري، هذه معجزة. كيف مثلا يقوم رجل على كساء أو على خرقة أو على ثوب، ثم يتكلم بالكلام الكثير، لأنه تكلم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، فما كان إلا أن أخذ هذا الثوب وجمع إلى الصدر، فإذا به لا ينسى شيئا. هذه معجزة، وهذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد سواه، لأنه يدل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فجمعه إلى صدره. نعم. فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. فما نسيت من مقالة رسول الله، حدث بهذا لأن الله خصه به، فبين أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطي في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والوعي والحفظ ما لم يعطه غيره، ولذلك بسط رداءه ولم يبسطه غيره، وبسط نمرته رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن ينسى شيئا مما قاله، فجمعها فوجد الأمر كما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينس شيئا من تلك المقالة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع، واجعله ربنا شافعا نافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.